يعني نعيش كأسرة كأسرة واحدة في هذه القرية يستحق الشكر اللي كان حقيقة المفكر والباني لهذه القرية. أخونا الكريم هذا البلاط نحن نسميه بلاط منخرم أو مخرم، طبعاً هذا البلاط هنو مصممينه على هذا الأساس، لأنه أنا مثلاً بيخليني يميز دخولي من غرفتي لمنافعي بهالطريقة، يدخل هيك ونحن داخلين طبعاً باتجاه المطبخ وصولاً للحمام. أبويا بياخدنا نلعب بالزحليطات ويعني المراجيح. الحمد لله رب العالمين، أبويا بيعلمنا كيف أمشي وهون رمز البيت. هذا برايل أنا حابب أعرفك عن كتابته، كتير كتير مفيد للمكفوفين. في مثلا هذا المربع بيرمز للحرف اللي هو فيه، يعني هذا مثلا للألف وهذا مثلا للباء، يعني يوجد داخل كل مربع فيه 6 نقاط. تعرضت للإصابة ب 2016، فقدت بها بصري. الإصابة كانت نتيجة صاروخ من طيران من أثناء الحرب السورية. نزحنا بهاي المرحلة ومعاناة أنا هنا إصابتي حربية، وعانيت بذهابي للمشفى. يعني العين اليسار حطيت لها بلورة صناعية، العين اليمين شظية انتزعت فيها الشبكية، فقدت البصر كليا. من 2019 لل 2022 نحن نعاني من شغلة النزوح. آخر شيء لحتى استقر وضعنا في قرية النور للمكفوفين. طبعا الكفيف كونه غير قادر على العمل ولم يتوفر لديه للأسف فرص عمل، فنتمنى دائما المزيد من الدعم من فرص العمل، احتياجات التي تساعد الكفيف على القيام بواجبه تجاه أسرته تجاه مجتمعه.